ده. لكن خليني يا كابتن ميدو سريعا اقول لك التشكيل الخاص بفريق مونانا لهذه المباراه. في حراسه المرمى ستيفن تيسكي طبعا رقم واحد، كونان روفن رقم 12، رافائيل فريديان بامبا رقم 13، كولوبالي بروما رقم 4، نكومو طبعا كيمبا رقم 6، كسامبي ديفيد رقم 15، مبودو رقم 29، كودي ماليمبو ابراهيم رقم 10، امينكا اوتوتشي رقم 27، نونو الين دوريان رقم 7، كابوري عمر رقم 11. ده التشكيل الخاص بفريق مونانا استعدادا لهذه المباراه. وعامه هم فريق جاهز بشكل كبير لخوض هذه المباراه، وعندهم طموح كبير جدا ان هم يقدروا يحققوا نتيجه على الاقل ايجابيه امام النادي الاهلي هنا في القاهره عشان تساعدهم في مباراه العوده. وده اللي بكل تاكيد طبعا ما نتمناهوش بالنسبه للنادي الاهلي، ونتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه.